لاحظنا كباحثين في أو باحثات في مجال النوع الاجتماعي وجود تراجع كبير في المكتسبات المرأة، حقوق المرأة بصفة عامة. هناك تراجع من خلال أجهزة الدولة أو من خلال الممارسة اليومية في الحياة العامة، هناك انحدار وتراجع للمرأة بصفة عامة. فبذلك قررنا أن نركز على الضبط هذا المفهوم وإعادة إنتاجه بشكل جديد من خلال ورش العمل أو من خلال البرامج المباشرة بالالتقاء في الملتقيات والندوات المعنية بهذا المجال. الهدف من إنشاء نوازي هو تفكيك التابوهات اللي موجودة في المجتمع حول هذا المصطلح، حول هذا المفهوم، من خلال الوضع قاعدة أو ضبط لهذا المفهوم، تكون قاعدة أساسية يبنى عليها البرامج والخطط الاستراتيجية الموضوعة. إشهار المنظمة من خلال مفوضية المجتمع المدني في بنغازي بداية هذا العام 2021. أيضا من أهم ما ارتكزت عليه المنظمة أنها تكون غير ربحية لأنها منظمة مجتمع مدني، وأيضا تمويل المنظمة يكون من خلال منظمات دولية وإقليمية تم تسجيلها في ليبيا. هذا كان شرط أساسي للعمل بالشراكة مع منظمات داعمة أو مع جهات وطنية أو مؤسسات في الدولة، ولكن تكون الشراكة في مجال الإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة. سبب تسمية نوازي، في الحقيقة اعتمدنا على عدة تسميات في الأول، ولكن خلصنا لاسم نوازي لأن نوازي لها بعدين. الأول هو بعد ثقافي متصل بالهوية الثقافية الليبية للسيدة الليبية في المجتمع الليبي. هو نوع من أنواع الحلي ترتديها كنوع من أنواع الزينة على الشعر، وهذا الجزء باين وواضح في العيان رغم اختلاف الثقافات المناطقية، سواء كان في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب، سواء كانوا عرب أو أمازيغ أو تابو أو طوارق. معنى الثاني هو معنى بالدارجة الليبية اللي هي نوازي بمعنى نختار. فلهذا السبب وقع الخيار عليها بعد عدة تسميات لها علاقة بإرثنا التاريخي الثقافي الخاص بالنساء، وأيضا لها معنى في الدارجة الليبية بمعنى أختار. بالنسبة لأعضاء المنظمة، أعضاء المنظمة من الجنسين أيضا لهم نفس الاهتمام ومتفقين على نفس الأهداف. أيضا في المنظمة في أعضاء من مختلف مناطق ليبيا أو مختلف مدن ليبيا، وهذه فسيفساء جميلة، يعني هي لأنها واحدة من أهم الركائز اللي احنا مرتكزين عليها في المنظمة أنه يكون من مختلف الثقافات اللي موجودة داخل ليبيا، لأن هذا التنوع هو الغنى الحقيقي لأي مؤسسة، ويعطينا صورة أيضا على لأبعاد أخرى اجتماعية وثقافية داخل المجتمع الليبي في تلك المناطق، سواء كانت في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب، سواء كانت منطقة ساحلية أو جبلية أو صحراوية. مشروعنا الحالي اللي قائمين عليه في مؤسسة نوازي هو مشروع النساء المهاجرات في ليبيا، الهجرة العادلة والآمنة، مع بشراكة مع منظمة فريدريش إيبرت، خاصة أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع التطورات الأخيرة الحادثة في ليبيا بخصوص الهجرة غير النظامية واللاجئين. فكانت الرؤية أننا نتحدث عن الهجرة الدولية بشكل عام وتداعياتها مع النوع الاجتماعي، لأنهم أكثر ضرر، النساء هم أكثر ضرر في هذه الرحلة، رحلة الألم والمخاطر. المشروع من ركيزتين، الأولى هي عقد عدد من مجموعة من الورش العمل تكون عبر المنصة الإلكترونية، والشق الآخر هو عقد ندوة بخصوص الهجرة بمفهومها العام، سواء كانت هجرة
غير نظامية أو حقوق العمال المهاجرين، ستكون في نهاية ستعقد في نهاية المشروع إن شاء الله. الورش العمل ترتكز على ثلاث محاور في كل يوم، هي تعقد على مدار يومين، في كل يوم هناك ثلاث محاور مع ثلاث مدربين مختلفين. في البداية تغطي المحور الأول، يغطي تداعيات الهجرة وأبعادها، وأيضا مفهوم الهجرة الدولية بصفة عامة، وتوضيح الجهود الدولية المبذولة لحماية المهاجرين، وأيضا من خلال النقاشات مع المشاركين في ورشة العمل يتم صياغة بعض التوصيات التي تخرج من خلال النقاشات الموضوعية بيننا وبين المشاركين في الورشة. وأيضا في اليوم الأول في الشق الثاني نناقش مفهوم تأنيث الهجرة، وأيضا الأبعاد والربط بين أهداف التنمية المستدامة والهجرة. أيضا في هذا المشروع هناك شق قانوني وهو يتعلق بالهجرة غير النظامية وتاريخ القوانين المتعاقبة لمعالجة هذه الظاهرة في ليبيا تحديدا، وأيضا علاقة الإتجار بالبشر والجريمة العابرة عبر الوطنية بظاهرة الهجرة غير النظامية. من أهم مشاريعنا اللي نحن قاعدين نشتغلوا عليه الآن هو مشروع إنتاج سرد نسوي لتعزيز العدالة الجندرية أو العدالة النوعية من خلال البودكاست. هو مشروع ممكن حيكون من 13 حلقة، هيكون ممكن حلقة كل أسبوع أو كل أسبوعين، ما زلت تحت الإنجاز. هذا المشروع هو زي ما قلت يعنى بالعدالة الجندرية من خلال إن هذه العدالة هي في جوهرها تعنى بإزالة المفاضلة بين الجنسين برغم اختلاف أدوارهم وصفاتهم في المجتمع. من الناحية التاريخية يمكن الحراك النسوي في ليبيا مر بعدة مراحل بس وكان له رأي ذاته في كل وقت. يمكن كان بداياته في الأربعينات والخمسينات القرن الماضي، وكان له رأي ذاته زي خديجة الجهمي وحميدة العنيزي زعيم الباروني، يمكن من أكثر الشخصيات اللي نحبها ومتأثرة بيها هي شخصية زعيم الباروني، لأنها كانت تحدد في ذلك الوقت بعض المفاهيم من خلال كتاباتها الإبداعية. الشيء الآخر، في تلك الفترة خلال الستينات والسبعينات في القرن الماضي كان في حراك نسوي من خلال الجمعيات والمنظمات، منهم جمعية النهضة اللي كانت يعني في ذاك الوقت كان لها تأثير كبير داخل المجتمع. أيضا حتى دخول الفتيات أو النساء بصفة عامة للتعليم كان من خلال هذا الحراك أيضا، أو بعض من توجهات الحكومة أو الملك في ذاك الوقت. لكن اللي الفترة الأخيرة اللي شهدتها ليبيا بعد 2011، وهذا ليس تجاهل أيضا لبعض القوانين والمكتسبات اللي اكتسبتها المرأة الليبية في الفترة السابقة خلال النظام السابق، هناك بعض المكتسبات، هناك قوانين تم تعديلها وتشريعات. لا ننسى أن دولة ليبيا كانت من أولى الدول في المنطقة العربية على سبيل المثال عينت كقاضية في 89، فهذا في ذلك الوقت برغم أن البعض يقول أنها هي كانت لأغراض سياسية، ولكن هذا استحقاق كان من خلال عمل المرأة في مختلف المجالات. المرأة موجودة في كل مكان وفي كل اختصاص هي موجودة فيه، خاصة في ليبيا. في الفترة الأخيرة الحراك المدني زاد رغم بعض الاغتيالات وبعض
العنف السياسي خاصة اللي مورس على النساء بصفة عامة، والعنف الإلكتروني مش هنقدر ننسه مفهوم العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي. لكن رغم ذلك الحراك شهد تسارع وإنتاج نخبة نسوية في على كافة الصعد ممتازة، سواء كانت قانونية أو سياسية أو حتى اقتصادية وثقافية أيضا. لكن هذا الحراك يحتاج إلى تشبيك بين بعضه، أو يحتاج إلى حاضنة أكبر ربما في الحكومة المقبلة أو من خلال البرلمان الجاي، يكون فيه نوع من الاعتناء بهذه النخبة ودورها في وضع ورسم السياسات الخاصة بالنساء، خاصة بعد فترة الصراعات والنزاعات اللي مرت بها ليبيا خلال 10 سنوات الماضية. هذا نتاج يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى عدالة انتقالية. دور المرأة فيه لازم يكون كبير وضروري، يعني زي ما يقولوا أينما وجد نزاع لابد أن تكون المرأة جزء من الحل.